عن كريستين، تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي بالأمس، هل تترجم على المستوى العسكري بأي إجراءات، خاصة بعد الإعلان عن المصادقة على خطط عملياتها في الجليل؟ سهام الهجمات التي نراها في جنوب لبنان هي ليست جديدة. الجديد يوم أمس وعلى وقع مقطع فيديو الهدهد الذي نشره حزب الله واستفز الجبهة الداخلية الإسرائيلية والمستويين السياسي والعسكري. على إثر ذلك نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قائد المنطقة الشمالية أوري جوردن قد صدق على خطط عملياتية لهجوم في لبنان وعلى تسريع جاهزية القوات في الميدان. وهذه ليست المرة الأولى، على مدى الأشهر الماضية كنا نرى مثل هذه الإعلانات بأن الجيش يصدق على المزيد من الخطط الهجومية، لأنه في البداية عندما فتحت هذه الجبهة كان الجيش يدعي بأنه يهاجم ويشن حربا على قطاع غزة، وفي هذه الجبهة اتبع استراتيجية دفاعية. من ثم عندما اتسع مدى ونطاق وكمية النيران بات يبادر بالهجوم تطبيقا لاستراتيجية أيضا هجومية على هذه الجبهة. أحيانا الجيش ينشر مثل هذه الإعلانات والبيانات الدعائية سهام في محاولة أيضا لتبريد الجبهة الإسرائيلية الساخنة على وقع مقطع الفيديو الذي أبرز منشآت وأهداف استراتيجية وسياسية وعسكرية ومدنية وتجارية، وفسر من قبل المحللين العسكريين بأنه رسالة ردع من قبل حزب الله لإسرائيل بأنها لو تجرأت على فتح جبهة الحرب ضد لبنان وضد حزب الله بأن الحزب سوف يؤذي إسرائيل عسكريا ومدنيا وتجاريا، وأن كل المنشآت التي ظهرت في الفيديو هي بنك أهداف متاحة بالنسبة له. وبالتالي الإعلان كان ترجمة للفيديو، وأيضا هذه الغارات والقصف هي غارات انتقامية تأتي في أعقاب أيضا موضوع الفيديو، وفي محاولة أيضا ليقول للمراقبين الجيش الإسرائيلي ليظهر بأنه عمليا ينتقم ويلاحق. تحديدا هو توعد أيضا بملاحقة الوحدة الجوية التابعة لحزب الله وهي المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة أو تلك التي تجري مسحا وتجمع معلومات استخباراتية. الميدان مشتعل هذا اليوم، قبل قليل وصلنا بيان من الجيش الإسرائيلي يقول فيه أنه رصد إطلاق 15 قذيفة صاروخية وأنه اعترض بعضها. هنالك أضرار في البنى التحتية في الممتلكات على إثر أيضا هذه الرشقات الصاروخية. دوت صفارات الإنذار 3 مرات على الأقل خلال الساعتين الماضيتين. سمعنا من هنا دوي الانفجارات، أيضا دوي سقوط الصواريخ، وأيضا شهدنا ارتفاع ألسنة الدخان على إثر سقوط الصواريخ، وبالتالي استئناف للعمليات. وبحسب بيان حزب الله واستهدف مقر اللواء الشرقي 769، هذا لم يستهدف للمرة الأولى، دائما ما كان يستهدف. آخر مرة استهدف قبل نحو أسبوعين ودفع استهداف ذلك المقر بنيامين نتنياهو لكي يصل إلى كريات شمونة، ومن هناك يقول إنه سوف يغير الواقع الأمني في الشمال بطريقة أو بأخرى سهام. شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من الجليل الأعلى.